دوليا استعمال في الحروب، وهي تستعمل الآن ضد الناس العزل المدنيين اللي ما يمتلكون السلاح، وهي عبارة عن قذائف انشطارية محرمة دوليا، وفي بعض منها قذائف انشطارية إسرائيلية الصنع حجم 84 مليمتر، وهو كما موضح لديكم بالنجمة السداسية المرسومة عليها، وهو أن الجيش النظام الفاسد يقوم بالاستعانة بإسرائيل ضد الشعب الحر ويدمرهم. وهنالك بعض من الذخائر المحرمة دوليا في الاستعمال الحروب، وهو يستعملها للإبادة البشرية، ويستعمل سياسة الأرض المحروقة والإبادة العرقية. هذا الطاغية أرسل مجموعة من المرتزقة ليقوموا بتدمير هذه المدينة وأهلها بالدبابات والقذائف الصاروخية ومدافع الهاون والار بي جي والاس بي جي والمية وستة، بالاضافة الى كون ونيل ما نستبعدوش منه انه هو يستعمل ضدنا القنابل الفسفورية الموجودة لديه، لانه هو كائن يمتلك مصنع نووي وما زال يمتلك السلاح النووي، كما هدد بانه سيجعلها بحر من الدماء وسيستعمل سياسة الارض المحروقة للابادة العرقية للشعب الليبي. وقد نزح آلاف